اهلا بيكم، معاكم رانيا الصغير. فيديو النهاردة مش فيديو جديد، هو قديم بقاله 9 شهور، بس هو الاكثر مشاهدة عندي على القناة، عمل 10,000 مشاهدة، وانا حبيت النهاردة ان انا انزل لكم فويس اوفر عليه او شرح للفيديو. اولا انا بعمل خليط معجون، هو معجون حائط عادي، وحطيت عليه حبة جبس وحبة غيرة. ليه عملت كده؟ لان كان المعجون بينزل تحت الستانسل، فانا حابه ان انا اتقله شويه، فحطيت عليه حبه جبس وحبه غيره. لو وساعات بنعمل الحركه دي برضو لو احنا خايفين ان المعجون يشقق مننا. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده، لو انا هشتغل على قطعه هعملها ستايل فينتج او ستايل قديم، ما بيفرقش معايا اذا كان ان المعجون نفسه شقق ولا لا. بس الهدف منه في الفيديو ده ان انا كنت بعمله علشان خاطر المعجون كان خفيف شوية وبينزل تحت الستانسل. لو حصل معانا وان المعجون نزل تحت الستانسل، الموضوع بيتحل بمنتهى السهولة، بنشيل الستانسل وبنشيل المعجون في ساعتها، في وقتها على طول بسكينة المعجون. طيب انا حابة دلوقتي اتكلم على الفرق ما بين التعتيق والتعتيق الروسي، لان ناس كتير سألوني عليه وايه الفرق وهم متلخبطين ما بين الاتنين. بكل بساطة، التعتيق هو التعتيق بشكل عام، بمعنى ان انا عندي اي قطعة عندي عايزة اشتغل عليها بحيث انها يبقى شكلها قديم، وممكن استخدم فيها الوان فاتحة او الوان غامقة، ممكن استخدم فيها تقنيات كتير واشكال كتير ورسومات مختلفة زي ما انا عايزة. دلوقتي انا هشيل الستانسل بتاعي وهغسل الستانسل على طول، علشان الستانسل لو فضل عليه المعجون بيبوظ وممكن الستانسل بتاعي يتقطع مني. دلوقتي انا بعد ما المعجون هينشف هأسس السطح بتاعي بألوان اكريليك. طبعا انا بفضل ان احنا لو هنأسس اي سطح بنأسسه بالجاسو. هرجع لنقطة التعتيق الروسي، احنا اتكلمنا خلاص في التعتيق. التعتيق هو بشكل عام ان انا بعت اي قطعة عايزة اخلي شكلها قديم. اما التعتيق الروسي، التعتيق الروسي ليه بعض السمات او بعض الصفات. اولا الشكل بالاشكال اللي احنا بنستخدمها في القطعة بتاعتنا بتبقى اشكال ملكية، سواء في الستانسل او لو هنستخدم صورة مع الستانسل. الستانسل لازم يبقى ملامحه وتفاصيله دقيقة، بمعنى بتبقى زحمة، يعني تبقى رفيعة وكتير. يعني بالنسبة للقطعة اللي انا مستخدمها دلوقتي ده يعتبر ستانسل كبير، لكن التعتيق الروسي بيستخدموله ستانسل ضيق، تفاصيله ضيقة وكتير. وبنستخدم كمان في التعتيق الروسي الالوان الغامقة، كلها لازم بتبقى الوان غامقة. بالنسبة للسيكونس او الترتيب اللي بنشتغل بيه في التعتيق بشكل عام، اولا بأسس السطح بتاعي زي ما انا عملت دلوقتي، ودلوقتي هحط لون ترابي. يعني ايه الترابي؟ القطع القديمة دايما بنلاحظ فيها ان لونها مطفي مش لون لامع، فالالوان الاكريليك او اي الوان هنيجي نستخدمها بيبقى فيها سنة لمعة. يا اما نستخدم الوان تبقى مات مطفية، يا اما هحط، والافضل حتى لو هي مات اعتقد ان احنا لازم نحط عليها حاجة تطفيها. بمعنى انا دلوقتي حطيت جبس او ممكن نحط باودر، بس الافضل بالنسبة لي انا شايفة الجبس، لان الباودر اللي هو لو بيبي باودر بتدي قوام مختلف عن الجبس، او بتدي افكت مختلف في الاخر. يبقى اول حاجة هنعملها بنحط نأسس اللون بتاعنا، وبعدين بنستخدم لون ترابي زي ما انا بستخدم دلوقتي. اي زيادة بشيلها في ساعتها على طول بالوايبس، وقلنا الوايبس من الحاجات المهمة جدا لازم نجيبها، لانها بتعالج لنا كمان حاجات واخطاء كتير، بالاضافة الى انها بتساعدني ان انا بعمل سبريدنج كده، او بخلي اللون ممزوج في القطعة، وفي نفس الوقت بيسيب لي زي شادو كده او ظل خفيف على القطعة بتاعتي.
بحط اللون بتاعي وبتأكد ان هو دخل في كل جزء في القطعة بتاعتي. عايزة تقيله، عايزة اخففه، عايزة احطه في اجزاء واجزاء لأ، براحتكم. وبشيل اي زيادة بالوايبس بتاعي. دلوقتي جه ميعاد الباتينا او الواكس اللي هو الغامق او الاسود. ممكن طبعا لو حابين تستخدموا واكس بني اللي هو دارك براون اوكي، بس هو الافضل هو الاسود لان بيدي شكل وغمقان القطعة حلو جدا. بس طبعا عايزي انا في قطعة ما باجي استخدم او اشتغل عليها، وسبشلي لو الوان فاتحة شوية، بستخدم الوان او واكس بيبقى بني. الواكس بنجيبه من شركات اللي بتبيع الحاجات او الخامات بتاعت الديكوباج، ناس كتيرة موجودة في السوق بيبيعوه. الالوان الاكريليك بتجاب من المكتبات. بديل الالوان الاكريليك ممكن نستخدم الوان بلاستيك، بس انا بالنسبة لي ما بحبش استخدم الالوان بلاستيك زي ما هي او بشكلها زي ما هو. انا بحب استخدم دايما لو هستخدم الوان بلاستيك بعملها زي الجاسو وبلون بيها طبقة او اتنين عادي، بس بحب دايما الطبقة اللي انا بستخدمها تبقى طبقة خفيفة. ما بحبش الالوان عندي تبقى او الطبقات عندي يبقى فيه لايرز كده او طبقات كتير من اللون. المعجون اللي انا استخدمته في الاول بجيبه من الموان، ودلوقتي جه ميعاد القيمة. القيمة انا كنت مستخدمة لها نوع الواكس ده لونه ذهبي، بس بصراحة اللون ده او النوعية دي من الواكس ما كانتش عجباني، يعني بعدها بفترة جبت حاجات احسن منها كتير. وانا كمان بفضل الالوان الميتاليك، ممكن نستخدمها بدل الواكس. وعايزاكم تاخدوا بالكم كويس جدا من القطعة اللي احنا بنستخدمها، يبقى في ماتشنج مع الحاجات اللي احنا مستخدمينها مع بعض لو هنشتغل على قطعة واحدة. بمعنى لو انا هستخدم مثلا نفس الستانسل ده، ما ينفعش استخدم معاه رسومات معينة. يعني في رسومات ينفع مع اشكال معينة وفي رسومات ما تنفعش، يعني ما ابقى مستخدمة اشكال ملكية ما ينفعش استخدم معاها صور من يعني صور حديثة، لازم استخدم معاها صور قديمة جدا من مثلا من 20-30 سنة، فعلشان يبقى فيه ماتشنج وتناسق في العين. اخر حاجة هنصحها لكم ان انتوا لازم تغذوا عينيكم بالوان واشكال كتير ورسومات كتير، وتفرجوا على ديزاينات وتصميمات مختلفة لناس كتير. ليه بقول لكم كده؟ لان لازم العين تتغذى كتير بلوحات واشكال ورسومات والوان طبيعيه ومناظر طبيعيه كتير، لان بتخلي العقل يفهم تناسق الالوان، تقدروا تصمموا حاجات مختلفه وما تقلدوش غيركم. يعني خلي كل قطعه تعبر عن نفسكم. كانت معاكم رانيا الصغير، شكرا على متابعتكم.